کا طریقہ، سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، سبحانك اللہم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. في الركوع تین بار سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. پھر کھڑا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد. پھر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. پھر اٹھ کر بیٹھنا ہے تشہد میں، اللہ اکبر، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس کے علاوہ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اس کے علاوہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پھر سلام پھرنا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.